اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. هنتكلم النهارده عن مسلسل لما كنا صغيرين لحد الحلقه 22 اللي انا مسجل فيها النهارده. هنتكلم طبعا كالعاده عن الايجابيات والسلبيات، وحته التوقعات دي سيبوني بقى اتكلم فيها اكتر من الايجابيات والسلبيات بالنسبه لي، لان انا في حاجه حشره زوري من اول او تاني حلقه يا جماعه نفسي اقولها ومعصباني جدا. هنتكلم في كل ده عن الحلقه، بس طبعا قبل ما ابتدي الحلقه عايزك تظبطني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا كده نتكلم على ايجابيات المسلسل بدون نقاش وبدون حوارات كتير، ونتكلم كتير طبعا العملاق محمود حميده. يا جماعه محمود حميده بشخصيه سليم منصور اللي انا شايفها بالنسبه لي حاسس ان هو ده محمود حميده، يعني انا شايف براعه في الاداء، واداؤه كالعاده عالمي، وكل ما بيطلع يا جماعه الراجل عنده كاريزما قدام الكاميرا غير طبيعيه. الراجل من غير ما يتكلم فعلا بيمثل فعلا، ودي حقيقه. بس انا حاسس ان دي شخصيه محمود حميده في الحقيقه، يعني لما تشوفه في الحوارات او اي انترفيوز كده هتلاقيه بنفس طريقه الكلام بنفس الاسلوب بنفس الكلام ده. يعني تحول شخصيه محمود حميده من الشخصيه الفرفوشه واللوبا والضحك والهزار والفنفنه مع الشله وكل الكلام ده، لدلوقتي في اخر خمس او ثلاث حلقات للقلق والتوتر ويبتدي بقى يجز والكلام ده. بس ايا كان شابوه محمود حميده، لان فعلا اداؤه عاجبني جدا وشددني جدا، وشخصيه سليم منصور عجباني قوي. وفي نفس الوقت بنشوف على الناحيه الثانيه العملاق الاخر خالد النبوي كالعاده يا جماعه، استاذ ورئيس قسم وبيمثل حلو جدا وكل حاجه. بس انا مش عارف ليه حاسس في المسلسل ده، مش عارف انا اتمنى ان في حد يشاركني الراي ده تحت في الكومنتات ونتكلم في الحوار ده. ما الله اعلم، انا حاسس ان خالد النبوي عارف قد ايه هو ممثل جامد، فقد ايه هو كده بالنسبه له الدور ده كده، فانا حاسس ان هو تنك على الدور. يعني شخصيتها المحامي المعروف ياسين اللي قايم بيها خالد النبوي اللي هو مش محامي تنك، انا حاسس ان هو ممثل تنك قايم بدور محامي معروف مش العكس. وبرده من ضمن الحاجات الحلوه جدا في المسلسل يا جماعه المؤلف ايمن سلام. المؤلف ايمن سلامه كالعاده يا جماعه هو على طول بيعب القصه اللي هو بيبقى فيها تركب ويبقى فيه تشويق، وايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، طب ايه اللي بيدور، طب ايه كل الكلام ده. انا شايف ان المسلسل ده الصراحه منفرد لوحده في الحته دي في رمضان السنه دي، فكره ان يبقى فيه جرائم قتل وفي جريمه قتل ثانيه وفي قضيه مخدرات، وانت عايز تحاول توقع الكبير، وفي نفس الوقت انت عارف ان مش ده اللي هيحصل، ان في تويستايه كده هنتفاجئ بيها في الحلقه الاخيره. زي ما عودنا على طول ايمن سلامة بكل اعماله، زي مثلا مع سبق الاصرار، وزي مثلا برضو حكاية حياة. وبرضو الاخراج لمحمد علي حلو جدا وعجبني جدا، والانوار والكادرات حلوة والمناظر حلوة وكل حاجة تمام. وبرضو من ضمن الايجابيات بالنسبة لي الممثل كريم قاسم بدوره وائل، الشاب اللي موجود عندك في كل شلة، الشاب الطيب الغلبان اللي بيساعد اللي بيحاول يصلح من بينه وبين صحابه، اللي بيقرب الناس، اللذيذ الجدع الطيب اللي على نياته. فهو في الشخصية دي عامل دور اكتر من رائع الصراحة وعجباني جدا، وهنتكلم في الموضوع ده في التوقعات يا جماعة. افتكروا يا جماعة فقرة التوقعات دي هي الاهم في الحلقة دي الصراحة. ونيجي طبعا عند سلبيات المسلسل، وهي طبعا رقم واحد اللي هي متفق عليها كل المسلسلات في كل حتة في رمضان، وهو المط والتطويل. في 3 4 5 6 7 حلقات كده تحس اللي هو يا مطبوطو يا بيانا عرفنا شفنا ماشي كام مرة يا جماعة، يعني معلش أرجوكوا استحملوني. خالد النبوي ووالدته كام مرة شفت المشهد ده في المسلسل؟ أهلا 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 يا ست الكل، أهلا أهلا عاملة إيه يا ست الكل؟ أخوك حسن اللي مرمي في السجن، وأنت قلتلي بكرة وعدتني ومش بيطلع. مش أنا وعدتك؟ هطلعهولك متقلقيش. خلاص بقى يا ست الكل، المشهد ده لازم تستبح وتتمسى بيه في المسلسل. ايه العلاقه اللي بين الام والابن اللي عباره عن اهلا 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 ايه يا في؟ انا زهقت من الحوار ده، وزهقت من امه شخصيا بجد في المسلسل. وطبعا برضو من ضمن السلبيات في المسلسل انا مش مصدق يا جماعه، يعني حسن ما دخلش السجن غالبا، احنا كل اللي شفناه لمشاهد حسن ان هو قاعد في المكتب بتاع وكيل النيابه وبيطلع يتكلم مع الناس، وفي نفس بنفس الاسلوب برضو مع يحيى اللي قايم بدور جوز
ريهام حجاج اللي هي قايمه بدور دنيا يعني. وبرده طالما جبنا سيره ريهام حجاج ودور دنيا فهي انا شايف اداء اوفر جدا يا جماعه. مش بقول ان هي ممثله وحشه وازاي كده والكلام ده، لا، في افوره في الاداء. يعني مشهد كريم قاسم او وائل لما مات انا حاسس ان هو دي امه هي اللي زعلانه عليه، مش صاحبته او مجرد انتمته. قوم يا حبيبي قوم، لا 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 رد عليا رد، لا حسيت بافوره كتير جدا. وبرده علاقتها مع نسرين امين حاسس بافوره. ليه كل ده؟ يعني انت يعني حبيتيها قوي كده يعني؟ مثلا ما لقيتش نسرين امين لذيذه زياده عن اللزوم فقلت يا دي البت دي جدعه واصيله مثلا؟ ما شفتش منها مثلا جدعانه في المسلسل في اطار المسلسل؟ هي ريهام حجاج بقالك كتير دي كانت جدعه وانا ما كنتش عايزه حد غير حد يسمع لي والكلام ده، بس يعني انا ما شفتش اي حاجه غير عادية يعني. انت حبيتيها قوي كده ليه؟ ما اعرفش. في نفس الوقت برضو يا جماعه كان في مشهد ليهم هما الاثنين ريهام حجاج ونسرين امين وهما المفروض في ثانويه عامه، شكلهم يعني متجوزين في شغل يعني بعد ما اتخرجوا من الجامعه بتسع سنين مثلا. يعني ما ينفعش يا جماعه دول يبقوا في ثانويه عامه بالميك اب ده او بالشكل ده او بالمنظر، ما مش حاجات غير تصدق يعني، غير مصدقه. وبرده من ضمن السلبيات في المسلسل بالنسبه لي وهي شخصيه ياسين اللي قايم بدورها خالد النبوي. طبعا كالعاده انا قلت لك ان هو قايم بدور محامي المفروض شاطر وناجح وذكي وعبقري وكل الكلام ده. انا حتى الان لحد حلقه 22 انا ما شفتش اي عبقريه او ما شفتش اي ذكاء. بمعنى سيبك برضو انا هقول لك في التوقعات، ممكن يكون هو اللي عامل كل الكلام ده، اتقالني هتكلم في التوقعات والله اعلم ممكن توقعاتي تبقى اي كلام، بس اللي برغي لك فيه انا ما شفتش حاجه تثبت ان خالد النبوي او تخليني تحط في دماغي ان لا ده عنده باك جراوند ذكاء غير طبيعيه، ده عمل في القضيه دي كذا، ده في القضيه دي كسب بسبب الذكاء في كذا، ده هو ذكي في الحته دي. انا ما شفتش غير اللي هو ايه ما تقلقيش انا هعمل، ما تقلقوش انا هعمل. ولغايه دلوقتي هو ما عملش اي حاجه غير ان هو جاب عربيه لريهام حجاج ورجع لها الفيلا بتاعتها، ده اللي انا شفته في ال 22 حلقه. غير كل ده بالنسبه لي حتى الحلقه 22 فهو بق محامي بق حتى الان. اما الفنانه نسرين امين اللي قايمه بدور نهى فانا بالنسبه لي يعني انا حاسس ان هي نفس طريقه الكلام، نفس الاسلوب، نفس الطريقه يعني، وهي ست بلدي زي وهي كلاس زي وهي بتاع. مش بتكلم في الدور ده، ما هي اكيد من طبقه شعبيه فهي ممكن ما يتغيرش طريقه كلامها، بس انا حاسس ان هي في كل الادوار بنفس طريقه الكلام، بنفس الاسلوب، بنفس الطريقه. ما بقولش وحش، لا ممثله كويسه جدا وبتعرف تمثل وكل حاجه وعلى دماغي، بس انا نفسي تغير الطريقه والاسلوب بس مش اكتر. وبرده من ضمن الحاجات اللي ملهاش اي 30 لازمه في المسلسل بالنسبه لي شخصيه صافي او الموضوع بتاع صافي وان هم بيحاولوا يخرجوا، حاسس ان دي اللي هو ايه احنا عايزين نحطها كده عشان تبقى مربط لحاجات كتير بس كده مش اكتر، اللي هو يعني نحطه بس صافي. طب ايه رايكم نجيب شخصيه كده تتحط في السجن وتخرج ونوديها في شرم ونخلي خالد النبوي يركز معاها عشان يعرف يجيب سليم منها ويعمل؟ حاسس انها ملهاش اي 30,000 لازمه الصراحه، مش كممثله طبعا، مش بتكلم كاداء ممثله، انا بتكلم كحبكه دراميه ملهاش اي 30 لازمه. وبرده في نفس الوقت بحس ان في مكتب سليم او محمود حميده ده عباره عن مكتب للعمليات الشمال بتاعته، يعني المحامي بتاعه الفنان او النقيب الممثلين اشرف زكي اللي قايم بدور المحامي اللي اسمه وفيق، فهو طالع بيتكلم عن كل الحاجات وكل القضايا وكل القواضي وكل الكلام ده في مكتب سليم، يجي له على مكتب سليم عشان يتكلم معاه في كل الحاجات الشمال. انا عمري ما لقيت سليم بيتكلم عن الشغل، عمري ما لقيت حد بيقول مثلا لسليم خد بالك يا سليم عندنا مثلا كاستمر جاي من بره عشان يشوف كذا، عندنا يا سليم بكره اعلان تسليم اعلان ولازم نعمل كذا. انا ما حاسس ان المكتب معمول لوكر للحاجات الشمال اللي بيعملها سليم منصور. وبرده يا جماعه على عيني وراسي ان خالد النبوي كان مقدم وان هو بقى دلوقتي واحد من اتقل محاميين البلد، بس انا حاسس برضو ان في سيطره زياده عن اللزوم، هو بيمشي الشرطه زياده عن اللزوم، يعني اللي هو لا روحوا اعملوا كذا وروحوا اعملوا كذا ويخليهم يعملوا كذا ونتقابل الساعة كذا وروحوا الساعة كذا. طب هو بعد ما انت عملت كذا كذا، طالما انت عملت كذا حاجة وقلشت منك، طب ايه اللي يخلي الشرطة تفضل يا ده تحت امره؟ انا حاسس يا جماعة ان هم فعلا بيتعاملوا مع خالد النبوي كأنه لواء مثلا او قاضي مثلا او حاجة كبيرة جدا في المجتمع. والمشكلة بقى اللي هو وكيل النيابة اللي قايم بدوره هاني عادل بيستضيف وبيستجوب الناس وخالد النبوي هو اللي بيتكلم معاهم ويتخانق معاهم، انت جننت يا بيه
النت والوكيل النيابه يقول له اقعد اتفضل، اللي هو مع يعني حاول تهدي نفسك بس عشان خاطري، عشان انا بس ما اخسرش شغلي مش اكتر. يعني انا اسف، حاسس ان الموضوع ده غير واقعي شويه بالنسبه لي، ودي وجهه نظري. ونيجي بقى عند فقره التوقعات اللي هي الاهم. زي ما قلت لك في الحلقه دي، فانا اتوقع حاجات كتيره جدا يا جماعه. نفسي بقى اطلع بقى اللي جوايا بقى يا جماعه. هو ليه ما حدش ليه شاكك في ريام حجاج من الحلقه الثانيه؟ في ايه يا جماعه؟ يعني بجد والله وحيات امي قبل ما يظهر دلائل اكتر واكتر واكتر. ممكن في الاخر الحلقه 30 يتاخد على فايه وتطلع ريام حجاج جميله واموره زي الفل، بس انا يعني انا في حاجات كثيره جدا ما خدتوش بالكم. مثلا والله العظيم ثلاثه، انا المشهد ده لما شفته لما هي كانت قاعده مع حسن او الفنان نبيل عيسى، لما كانوا قاعدين مع بعض في الكيتشن وقالت له خلاص بقى بلاش نتكلم في الموضوع ده والكلام ده والحوارات دي وكل الكلام ده، يلا بقى امسك السكينه كده ويعمل لنا سلطه ولا حاجه. انا لو انا جبت واحد صاحبي او حد، مش هقول له يلا بقى اعمل اقطع بقى السكينه، مش عارف. وفي نفس الوقت الحلقه اللي بعديها على طول لقيت نسين امين اتقتلت، وفي نفس الوقت حسيت بأفوارة غير طبيعية من ريام حجاج، وفي نفس الأفوارة دي في حزن زيادة جدا كأن ضناها مات. ماشي طبعا انتمتك ماتت وعندك حق طبعا تعيطي وكل الكلام ده. يتوم الحلقة اللي بعديها لابسة اللبس ب 500,000 دولار ومتألقة ونازلة مع خالد النبوي وعادي صباح الفل ولا كأن في حاجة. طب أنا منين أنا حزين ومنين أنا بلبس وبتألق وباخد بالي بقى وانا رايحة فين كل شكلي وكل الكلام ده؟ في نفس الوقت يا جماعة انا حاسس اداء ريام حجاج مثير للشبهات الصراحة. وفكرة ان خالد النبوي اول امبارح او الحلقة بتاعت اول امبارح قال لها بقى فكرة ان محمود حميدة ليه بنت والكلام ده، وانا عملت الدي ان ايه والحبشتكنات دي كلها، وان محمود حميدة عرف وتشك بالكلام ده، فاكيد هي في كونكشن ما بينها وبين محمود حميدة يا جماعة. يعني دنيا وسليم ممكن يكونوا بيشتغلوا مع بعض، وممكن في نفس الوقت تكون دنيا هي لوحدها ماشية في مسيرة كده لوحدها. وممكن برضو يا جماعة الله أعلم، وافتكروا كلامي برضو الله أعلم، كريم قاسم الأيام بدور وائل ممكن ما يكونش مات أساسا، ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلينا نقول إن خالد النبوي ده محامي محترف وبروفيشنال وذكي، إن هو عمل فكرة إن وائل يموت ودي اتفاق ما بينه وما بينهم، والبوليس ده اللي جه تبع خالد النبوي عشان ياخدوا وائل والكلام ده، وحط طعم ريهام حجاج عشان يكشف بقى هي قالت له ولا لا، هيعرف بقى من خلالها. وده طبعا اللي تم لما ريهام حجاج او دنيا جت لياسين خالد النبوي وقالت له ده اعترف لي بكل بجاحة ان هو قتل وائل، فهو خالد النبوي سكر اللي هو ايه وائل ما ماتش اساسا، وده يبقى انت بقى كده. دي برضو وجهات نظر يا جماعه، وافتكروا برضو عشان الحلقه دي مش عارفه تنزل بكره. وبرضو يا جماعه شخصيه ريام حجاج او الدنيا يعني عليها نشأة غريبه. فين ابوها؟ احنا ما نعرفش قصه ابوها سافر وفين، ايه سبب الاختفاء، وهنعرف اكيد طبعا على الحلقه الاخيره هنعرف ايه اللي بيتم. وفي نفس الوقت والدتها اللي قايمه بدورها الفنانه ندى بسيوني، فانا حاسس ان والدتها غريبه ومريبه في نفس الوقت، عليها افكار اللي هي ايه، عارفين انتوا الستات دي اللي هي ايه، مش سهله، ست مش سهله من الاخر. فهي تربيه ندى بسيوني اللي هي ست مش سهله خالص، وتحس فعلا عليها علامات استفهام كبيره. وفي نفس الوقت ابوها اللي سافر وسابها وكل الكلام ده، فهي اكيد هتطلع غير سويه يا جماعه، يعني هي بني ادم غير سويه. بس وده اللي انا متوقعه، يعني انا متوقع في الاخر خالد النبوي هيوقع دنيا وهيوقع سليم وهيقول لهم انا كنت بضحك عليك، انت فاكرني غبي؟ ده انا ذكي من الاول، انت لو انت فاكرني غبي فانا مش غبي. فده اللي انا متوقعه. ولو النهايه فعلا كده فالحلو جدا، وشابوه احمد كمال قبل اي حد يا جماعه، معلش بعد اذنكم يعني، وظبطوني بقى لو طلعت النهايه كده. وفي نفس الوقت فهيبقى مسلسل مشوق وحلو وكل حاجه، بس طبعا 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 في سلبيات زي اي مسلسل في سلبيات، بس فكرة المط والتطويل تتغير. هذا المسلسل لو كان تشويقي وجريمة وإثارة وكل الكلام ده ونزل على شاهد زي مسلسل مثلا في كل أسبوع يوم جمعة وبقى 10 حلقات ونزل بس سيزن كده، فالمسلسل ده فعلا كان هيبقى واحد من أقوى المسلسلات في رمضان السنة. ودي كده وجهة نظري كالعادة. بس يا معلم، وده اللي أقدر أقول لك عن المسلسل لما كنا صغيرين اللي أنتوا رشحتولي. وما تقلقوش يا جماعة، هعمل لكم 2 في الصندوق زي برضو ما أنتوا قلتولي، أنا أهو بحاول أنجزه واحدة واحدة، وهعمل لكم الحلقة في خلال الأسبوع ده بإذن الله إن شاء الله. ولو عجبتك الحلقه دي دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزك تشارك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم. اقسم بالله يا علوه، والله يا علوه لو المنتجين سمعوا كلامي في فكره ال 15 حلقه دي، يا الهي 10 حلقات
يا جماعه امينه خليل كانت هتعمل مسلسل يا علوه 15 حلقه، وده كنت من اكتر حاجات اللي بشجعها. والشركه الالمانيه لمكافحه الخوارق 15 حلقه، وهينزل في شاهد على فكره بعد رمضان 15 حلقه. هو ده الترند يا جماعه، هو ده الصح. 30 حلقه يا ابني.